السلام عليكم متابعينا الأعزاء. كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 8216 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 799775 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 40815 من الفحوصات خلال المدة نفسها قد بلغ 7,776,392 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من العام الماضي. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 115 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11,587، بينما تم التأكد من 8,671 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 707,143. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكلية وطنية ومسؤولية. شكرا على المتابعة.